صباح الخير لكل مشاهدينا وين ما كانوا عم يحضرونا. يسعد صباحك عفاف. صباح الخير لك يا سلمى. صباح الخير لك. صباح الخير لكل مين عم يحضرنا. حلقه جديده طبعا، اكيد نتمنى التوفيق لطلاب البكالوريا باليوم الاخير من الامتحانات، وان شاء الله يا رب يكونوا كلهم من الناجحين. واكيد مثل ما دائما بنقول، هي الامتحانات ما أنا نهايه مصيرهم، اكيد في فرص ثانيه، واللي ما بيقدر يعوض هلا ممكن يدخل فرع ما بيتوقع بس هو ينجح فيه. محطات عديدة رح تكون ضمن صباحاتنا لليوم، رح نفصلها مع ضيوفنا الاختصاصيين، ولكن رح ارجع واصبح على عفاف. يسعد صباحك عن جديد عفاف. صباح الخير لك مرة ثانية سلمى، واكيد صباح الخير لجميع مشاهدينا من وين ما كنتوا عم تتابعونا، اكيد من داخل او حتى من خارج سوريا. بدي اتمنى لكم بهذا الصباح وبنهاية هذا الاسبوع يكون هيك يحمل معه كل الاشياء اللي كنتوا عم تسعوا لها من قبل، وحتى لو ما زبطت اكيد في خير ورا كل الامور يلي ما بتحصل، واكيد رح تكتشفوا هذا الشيء بعدين. صباح الخير لكم وصباح الامل وصباح كل شيء بتحبوه. رح ننتقل لفاصل صغير وراجعين. رح نروح لاولى محطاتنا لليوم، ورح نحكي بهالتعلم طبعا عن فوائد لعناصر متعدده، وبيقولوا انه تفاحه واحده باليوم ممكن تكون عنصر مهم وتحمي وتزيد المناعه بالجسم. هاي المعلومه وغيرها من المعلومات خلينا نتابعها بالتقرير التالي. معلوماتنا لليوم عن التفاح الأخضر اللي بيعد غني بالقيمة الغذائية وفقير بالسعرات الحرارية، بيحتوي على الكثير من الفيتامينات المهمة مثل فيتامين بي بأنواعه وفيتامين جيم، والكثير من المعادن مثل البوتاسيوم، المنغنيز والحديد والنحاس وغيرها، إضافة إلى أنه غني بالألياف والماء. وما يميز التفاح الأخضر احتوائه على كمية أقل من السكر مقارنة مع ألوان التفاح الأخرى. ويخلص التفاح الأخضر من السموم بجسم الإنسان، وبيحتوي على كميات جيدة من مضادات الأكسدة التي تثبط عمل الجذور الحرة وتحمي الكبد منها. وبيحمي التفاح الأخضر الجسم من الالتهابات المسببة للألم مثل الروماتيزم والتهاب المفاصل بسبب احتوائه على كمية جيدة من مضادات الأكسدة، وبيحمي البصر بسبب احتوائه على صبغة الكلوروفيل الخضراء وبعض المركبات الكيميائية. وبيساعد التفاح الأخضر بحماية الجسم من بعض أنواع السرطانات بسبب احتوائه على بعض المركبات الكيميائية مثل الثيوسيانات، بالإضافة لمضادات الأكسدة، وبيحافظ على صحة البشرة وجمالها ونضارتها. وأكيد بكل عائلة وبكل بيت في طفل عنيد وبيعبر عن الأشياء يلي بده إياها أو زعجته أو يلي ما بيقدر يحصل عليها، فبيعبر عنها بالغضب وأيضا بالصراخ والبكاء، وممكن تتصور الحالة لتصلب بالأطراف ويصير عنده تشنجات وركلات برجله. رح نتعرف اليوم ضمن هي الفقرة كيف نحن ممكن نسيطر على نوبات الغضب عند الطفل، وكيف ممكن نتعامل معه بطريقة صحيحة، أكيد ضمن هالتقرير. تربية الأطفال اليوم مسؤولية كبيرة تقع على عاتق الأهل، ودائماً بنسمع الجملة الشهيرة هي نتيجة تربايتكم. اليوم بصباحنا غير رح نتعرف على أهم النصائح في كيفية التعامل مع الطفل الغاضب. أكثر نوبات الغضب عند الأطفال بتظهر من عمر السنة للأربع سنوات، وآخر الدراسات تقول خلال نوبة الغضب ينصح بالتعامل بشكل هادئ جداً دون أي انفعال. فإذا كنت في موقع وعلمت بأن طفلك سيغضب وينفعل، حاول تثبيت انتباهه بشيء آخر مثل إعطاءه لعبته المفضلة أو لفت انتباهه من خلال الضحك على شيء ما. وينصح أيضاً بتجاهل نوبة الغضب من خلال الاستمرار بما تفعل مثل التحدث مع الآخرين أو التسوق، لكن دائماً راقب الطفل أنه في مأمن. وللتخفيف من نوبات الغضب عند الأطفال على الأهل الاهتمام بالتصرفات الجيدة بشكل دائم، ففي بعض الأحيان تحدث نوبات الغضب في حالات الهدوء، تظهر على الطفل مثلاً التوقف عن الصراخ فجأة خلال نوبة الغضب. حاول مدحه فوراً على هذا التصرف وأعطاه كل الاهتمام وتكلم معه بدفء وعطف، وإذا كافأته على التصرف الحسن الجيد سيبقى الطفل هادئ ويتعلم في المستقبل بأن الهدوء يجلب محبة الأهل وعطاياهم.
وفي الختام من أهم النصائح، يجب التذكر جيداً أن تعلم الأطفال أن يتعاملوا مع عواطفهم هو جزء مهم جداً من النمو الطبيعي له، وأن تحاول دائماً تعليم طفلك التعليمات المهمة وأنك أيضاً ملتزم بها لنتائج أفضل في المستقبل. رح نروح لأولى محطاتنا لليوم، ودائما بفترة الصيف بيدور الشباب وخصوصا الشباب الجامعي على فرص متعددة لحتى يستثمروا. أكيد العطلة الانتصافية ممكن تكون مساحة مميزة لهم لحتى يبلشوا أعمال جديدة ممكن ياخذوا فيها خبرة وتزيد من خبراتهم بسوق العمل. أكيد سلمى، واليوم هذا الشيء هو محور فقرتنا الصباحية اليوم مع ضيفنا اللي صار معنا بالاستوديو. أكيد رح يفيدنا بكتير معلومات كيف ممكن للشباب اليوم يقدروا يحصلوا على فرصة عمل، وخصوصا بفترة الدراسة، بحيث يستثمروا الوقت لصالحهم وما ينضروا باستمراريتهم بالبحث عن فرصة عمل على الفاضي. فشو هي الطرق الصحيحة اليوم، وأيضا الطرق المتاحة والفرص المتاحة، كل هي راح يدلنا عليها ضيفنا الدكتور منير عباس، رئيس مجلس أمناء مؤسسة إدارة الموارد البشرية، ولحتى نعرف كمان كثير من التفاصيل منه. صباح الخير يا أستاذ. صباح الخير يا سيد، صباحكم، أهلا وسهلا فيكم. يسعد صباحك دكتور منير. خلينا نبلش محاضرتك، يعني اليوم الشباب بشكل عام دائما وقت بيكونوا مقبلين على سوق العمل بيحكوا عن معادلة هيك مهمة جدا، وهي الخبرة، الخبرة اللي ممكن يكتسبوها أثناء الدراسة أثناء العطلة الصيفية. خلينا نحكي شوي عن أهم يمكن الطرق اللي ممكن يستثمروا فيها وقتهم بهذا العطلة ويكتسبوا خبرة كمان. تمام، هلا هي معضلة دائما إنه الخبرة بالأول ولا العمل بالأول، ودائما بتلاقي أنت صاحب العمل بيسأل دائما الباحث عن عمل أعطيني الخبرة اللي عندك، أو بيشترط عدد من الأشهر السنوات من الخبرات. فهي فرصة خلينا نقول عطلة الصيف هي من أفضل الفرص أنك تجمعي هاي الخبرة. الخبرة طبعا تجمع بالنسبة للطلاب أو اللي أثناء دراستهم عن طريق استاجات، أو عن طريق تدريب داخل موقع العمل، أو عن طريق عمل حقيقي مؤقت موسمي بيكون بموسم الصيف. هدول الشغلات لازم الطلاب كلياتهم يكونوا في عندهم عمليات وأدوات بحث عن عمل وفرص تدريب. يعني مدخل سوق العمل بالنسبة لنا، بالنسبة للطالب اللي ما هو متخرج، هو عبارة عن فرصة تدريب داخل الشركة. فهذا الشيء لازم نركز عليه. نحن كمؤسس إدارة الموارد البشرية بنساعد كتير الطلاب بهذا الموضوع. كيف؟ نحن بنعمل جمع لعمليات التدريب وفرص التدريب داخل الشركات، وبنحطها كلياتها على مواقعنا، وبندل الطلاب والباحثين عن عمل عن هاي الفرص التدريبية. أولاً لازم الطلاب يهتموا بشغلة كتير مهمة، أحياناً بحسب الدورات التدريبية هي لتلقي معلومات، ولكن أثناء الفرص التدريبية اللي ممكن يحصلوها بدورات تدريبية بيكون المدرب نفسه باحث عن كانديديتس، مرشحين لشركاته. فبتلاقي احنا ما في دوره تدريبيه او كورس تدريبي بنقوم فيه الا بتلاقي مدرب معين او الاشخاص او الشركات او اللي عم يقدموا التدريب قالنا اعطونا سيفيات الناس اللي عم يتدربوا معنا. فبتلاقي دائما نسبته صارت ثابته، ها، تتراوح بين 3% ل 10% من كل دوره تدريبيه يسحب منا اشخاص متدربين لفرص تدريب. فاذا الطالب، انا دائما بخبره شغله اللي احنا بنعتبرها قاعده بسوق العمل، انه finding a job is a job، يعني انك تروحي تلاقي شغل هو شغل بحد ذاته. صحيح. يعني مو موجود الشغل هو ومغلف وملبس بطريقه بتلفت النظر انه يلا بس احنا ناطرينك بسوق العمل. لا، في منافسه كثير كبيره، وهالمنافسه هي فرصه للناس الباحثين عن عمل انه يشتغلوا على مهاراتهم. فنحن هلا بكل فتره اذا بتسمعوا بنعمل ندوات، ملتقيات هدفها الاساسي غير الموضوع المحوري للمنتدى، هو عمليه الجمع بين الباحث عن عمل او الباحث عن فرصه تدريب مع سوق العمل او سوق التدريب. وهلا الحمد لله يعني صار له من اكثر من 5 سنوات في عنا دائما فرص تدريبيه، وبتكثر بشكل مخيف جدا بالصيف. ليه؟ لانه اكثريه الشركات بتكون مهيئه مقاعد للتدريب بهي الفرصه، بيكون سلو بزنس لبعض الشركات، فهي فرصه كثير حلوه انه يفوتوا متدربين ما يكونوا عبء على عمل الشركه بحد ذاتها. على سبيل المثال شركتين اتصالات بسوريا طالبين اكثر من 160 متدرب هلا بالصيف، بس هال 160 متدرب على، خليني اقول لك، على اكثر من 110,000 طالب.
فأنت بدك تشوفي النسبة والتناسب كتير يعني فيها تنافسية، مو أي واحد جاء باله يروح يتدرب فبيلاقي فرصة تدريبية. فالطلاب أنا بنصحهم أنهم يكتروا من دورات التدريبية، يروحوا وراء الأشياء المجانية. يعني كتير جمعيات أهلية مثل مؤسستنا بتقدم كتير فرص تدريبية مجانية. شو عنده الطالب أهم من أنه يطور مهاراته؟ من خلال تطويره لمهاراته يتعرف على الناس. يعني إحنا دائما بيشكي طلابنا أو الباحثين عن عمل أنهم حاسبين المهارة هي واحد بده يجي يفحصها عنده ويقول له تفضل هي فرصة عمل أثبت لي المهارة. لا، في عمليات تواصل، في عمليات تفاوض، في عمليات اقتراب من فرصة تدريبية، من فرصة الوظيفية، لأنه المنافسة كبيرة. فهن مو ناطرين أول سي في، ناطرين صحيح. أول شخص مؤهل لحي الفرصة التدريبية، ومعهم الحق الشركات. بيجي هون دور الجمعيات الأهلية أو المؤسسات. لحنا بنعرف الطالب أو الباحث عن عمل على حقيقته، يعني بنعرفه أنه هو عبارة عن شخص لساته خام، لساته بس بيعرف معلومات بيتلقمها بالجامعات. هيك لحنا للأسف غالبية جامعاتنا هي تلقينية وليست تجريبية اختبارية. فبنعرف أنه إحنا هذا الشخص متخم بالمعلومات. شو هي العملية؟ عمليات هي تزويب لهالمعلومات وصهرة مع سوق العمل شو بده مهارات. فأنا بنصح كل الطلاب يتوجهوا للفرص التطوعية خلال الصيف، يروحوا على الجمعيات الأهلية اللي هي أقرب لسوق العمل. وما في جمعية أهلية ما عندها مجتمع، دائما في عنا دوائر من المجتمعات قريبة لألو الجمعيات الأهلية ومجتمع الNGOs أثر بكتير من وصول الطالب لهذا المجتمع. فإذا نحن عنا أول عملية بحث يفوت على المواقع وصارت ما شاء الله متوفرة جدا. يعني حطي بس أنت فرص تدريبية في دمشق بيطلع لك صفحات اللي بتعلن عن فرص تدريبية في دمشق. حطي أي محافظة، بحلب، بحمص، مثلا بدير الزور، وين ما كان تحطي أي محافظة أنت عندك رغبة بمعرفة مجتمع التدريب فيها، حطي بس هالكلمات البحثية البسيطة جدا. أيضا يشوفوا الفعاليات، يعني الفعاليات مو تضيع وقت أبدا. الملتقيات، الندوات، المؤتمرات، هي كلياتها تحوي فرص تدريبية وفرص عمل مغلفة جواتها لا يعلن عنها. بتكون الندوات مثلا كان في معرض هاي تك، أنا بعرف بكتير أجنحة بتأمن أكثر من عشرات فرص تدريبية كانت كلياتها من قبل زائرين للمعرض. وبنفس الوقت إن ما هم طالعين عم يدوروا على فرصة تدريبية، هن طالعين عم يزوروا المعرض، ولكن تهيأت لهم ظروف وفرص تدريبية. أنتم موجودين بأماكن، يعني أنا أحيانا بلوم الطلاب إنه شوي صغيرة نشتغل على حالنا ونقترب أكثر من سوق العمل. نعرف أدواته هي عبارة عن خبرات ومهارات أنت حتكونها، تعرف كيف تقدم نفسك بغض النظر كيف قدمت نفسك أنت والفرصة اللي أتيحت لك، وتستغل هاي الفرصة وما تكون خجول. قول لأي حدا أنت موجود داخل أي شركة أنا أسعى إلى فرصة تدريبية خلال فترة الصيف، كيف ممكن أنا أصقل مهاراتي عندكم وأقترب عنكم؟ طيب دكتور، اليوم كل الشباب من خلال بفترة التخصص الأكاديمي الجامعي قدي ممكن يكون عندهم ركائز يحطوه بالحسبان لأي فرصة عمل ممكن يقدموا عليها فجأة، أو حتى يتدربوا أو ياخذوا مهارات أكثر؟ شو هي الركائز الأساسية اللي لازم يركزوا عليها؟ هلأ نحن لازم يكون في زيارات وعمليات تشبيك بين قطاع الأعمال والجامعات والمؤسسات الأكاديمية، لأنه نحن هلأ في عنا غياب لهالفجوة. هي وفجوة كل ما عم تكبر شوي صغيرة، يمكن بسبب العدد الكبير من طلاب الجامعات العامة، هالشي عم يحظى في الجامعات الخاصة أكثر لأنه الكمية أقل. فعم تكون في فرص زيارات ميدانية دائما للطلاب داخل الشركات ليعرفوا قبل الاختصاص شو بدهم يختصوا، وأيضا زيارات ميدانية من الشركات إلى المؤسسات الأكاديمية قبل ما يختصوا. كلنا بنعرف نحن عمليات الاختصاص داخل الجامعات بتكون بعد السنة الثانية إذا في اختصاصات. أما دخول الاختصاصات الأكاديمية بعد البكالوريا، وبتمنى لطلابنا اليوم آخر يوم بتقديم الفحوصة كل التوفيق والنجاح، هون في عندك مرحلة مصيرية جدا اللي هي شو بدي اختص أنا بالجامعة. نحن عاملين فعالية كتير حلوة هي السنة الثالثة عم نعملها، هي اسمها وهلأ لوين. هلأ لوين هي عبارة عن نحن بعد ناطرين التكميلية، الفحص التكميلي، إنه بتعرفي بعد الفحص البكالوريا بيكون في عملية تكميلية، وبعدين نحن عاملين لهم مثل معرض. هذا المعرض بيحتوي كل الاختصاصات الأكاديمية الموجودة بالجامعات، وبنفس الوقت عندنا بعض فرص العمل شو بتعمل هي الفرص الأكاديمية بعد ما تتخرج. يعني هذيك السنة بهلأ لوين جمعنا أكثر من 109 اختصاصات،
يعني هدول غالبية كل الاختصاصات وصلنا للتمريض وتفرعاته، وصلنا للإخراج السينمائي، وصلنا للهندسات وتفرعاتها مع الاختصاصات الجديدة، وصلنا بالآي تي لاختصاصات حتفتح فروعها قريبا. فبيجي الطالب مثل كأنه قدامه معرض اختصاصات. معناتها نحن ما لازم بقى نسمع اي طالب عم يواجه اي مشكله المفروض، بس قديش في معارض مثل هالشيء؟ يعني نحن هي السنه حنطلع على حلب ان شاء الله وعلى حمص وعلى لاذقيه وطرطوس بالاضافه لدمشق، يعني حنختم بدمشق، ما حنعمل مثل كل سنه لانه دمشق هي بس عم تحظى بالمعارض او بالملتقيات، هالشيء لقينا انه في فقر بهذا الموضوع اكثر وحاجه شديده له بالمحافظات، فنحن حنطلع نفتتح باللاذقيه، طرطوس، حلب، بعدين حمص، بعدين حنرجع لدمشق هون، فباذن الله بنتامل بسنوات قادمه يكون عندنا امكانيات وننتشر على جغرافيه سوريا كلها. من حق الطالب البكالوريا الموجود بكل جغرافيا بسوريا انه يعرف تماما شو الاختصاص اللي ناطره، وبشكل خاص انه بتعرفي من خلال مفاضل عم تنتقلي من محافظه لمحافظه، فهذا فرصه تعريفيه لإلك انك انت شو ناطرك بالمحافظات من اختصاصات. دائما كنا نلاقي نحن مو بس الطلاب الضايعين، الاهالي ضايعين، ثقافتهم بالفروع الاكاديميه كمان قليله، فنحن بتلاقي وكثير بننبسط وقت بنلاقي مع الطالب جاي عم يزور اهله حتى يقدروا يساهموا باختصاصه، فبتعرفي انت التخصصات كل سنه عم ينضاف لاختصاصات الجامعيه تخصصات فرعيه اكثر واكثر، احيانا غير كليات بنفس المباني ما بتعرف شو التخصصات الجديده، فهي اللي احنا عم نجيب اهل الاختصاص. طبعا كيف الاليه؟ عم يجوا طلاب بالسنوات الاخيره من الفرع هن اللي عم يشرحوا للطلاب اللي بدهم يفوتوا، بطلنا طلعنا من الطريقه التقليديه انه يجي دكتور جامعه يشرح لك شو الاختصاص، لانه هذا يمكن الاقرب للطالب اكثر شيء هو طالب مثله على سنوات التخرج، فعم يكون مثل صار عم يصير مثل الاخ الكبير عم ينصح الاخ الصغير وعمليه كوتشنج، يعني شو ناطرك انت بهالفرع من وجهه نظر طالب وليس من وجهه نظر اكاديمي عم يدرسك اياها، اكيد انا حروج للاختصاص تبعي، بس هالطريقه هي اللي احنا بالنسبه لنا انه احنا لازم الشخص وقت يجي هو يشوف الفرع لازم يشوفه من وجهة نظر طالب مثله، وهذا الشيء اللي عطى تميز أكبر لمعرضنا أو للملتقى اللي احنا بنعمله اللي اسمه هلأ لوين. أنا بقول للطلاب كلياتهم يتوجهوا لمواقعنا على السوشيال ميديا بيعرفوا تماماً لحنا بأنه محافظة حنكون ويتابعونا إذا كانوا هن بنفس المحافظة أو بمحافظات أقرب. عم بيكون الفعالية كلياتها مدتها يوم واحد، عم يتخللها عمليات توجيه مهني وإرشادي وأكاديمي شو التخصص المناسب له، وبنفس الوقت في عنا فحوصة الشخصية اللي هي فحوصة الميول اللي هي كتير الطلاب بيغفلوها، في عنا فحوصة وصارت مجانية على النت اسمها MBTI اللي هي ماير بريكس، بتفوت الطالب بيعمل فحص للميول تبعه بيعرف تماما حسب هو اهتماماته شو الفرع شو الفروع المناسبه له، فهذا الشيء ايضا عم بيقيس ميول الطالب لحتى يختار الاختصاص الافضل له ويتناسب مع شخصيته. طيب دكتور قبل ما نختم دقائق الاخيره، النصيحه الابرز اليوم اللي بتحب توجهها لكل طبعا شبابنا مقبلين على سوق العمل. اول شيء مثل ما ابتدينا الحلقه، إيجاد فرصة عمل أو فرصة تدريب هي عمل بحد ذاته، ما في شيء اسمه فرصة تجيك لعندك على البيت، اطلع اتنشر، فرصة الصيف كتير حلوة لإلك، حتى لو ما عندك فرصة وظيفية في عندك المدن الصناعية كلها بحاجة لعمال وموظفين، أنا هلأ عم نطلع طلاب زيارات ميدانية على المدن الصناعية مثلا مثل الشيخ نجار، مثل عدرا، العمالية عندنا هون كمان موجودة هون بسوريا، يطلعوا كلياتهم يدقوا الأبواب للشركات وبدنا فرص تدريبية، يعني ما بتعرفي قديش لازم بدها عملية تجرؤ وجرأة من الطالب وبدها شغف من عنده إنه أنا بدي أتدرب، ما في شركة بترفض طالب عنده شغف جا على باله يتدرب صحيح. فبتمنى عليهم يعرفوا يكتبوا سيفياتهم، يعرفوا يتدربوا على مقابلات العمل، يروحوا يطرقوا ابواب فرص التدريبيه، وهلا السوشيال ميديا سهلت المهمه عليهم كثير، بامكانهم يكتبوا الفرصه التدريبيه والمحافظه اللي بدهم اياها على محركات البحث، بتطلع لهم عده مواقع بتامن لهم هالشيء. يمكن بعد جرات التفاؤل هي والمعلومات اللي قدمت لنا اياها، صعب صار صعب ينحكى انه نحن ما عم نلاقي فرصه عمل او ما عم نلاقي الشيء اللي بنطمح له وبنحبه. بدنا نتشكر وجودك معنا اليوم دكتور منير عباس واهلا وسهلا. موفق لطلابنا. شكرا شكرا لك دكتور. رح نروح هلا لا محطتنا الطبية وعن شو رح نحكي فيها يا عفاف. اليوم رح نحكي أكيد عن الابتسامة الصحية والصحيحة يلي هي بتعد من أبرز وأهم مظاهر الجمال لكل شخص اليوم أكيد بيطمح وبيحب أنه
تكون ابتسامته صحية وأسنانه مرتبين ومنظمين بشكل صحيح. أكيد عفاف، واليوم تقويم الأسنان يعد أحد التقنيات الأساسية والقديمة المعروفة جدا بتقويم الأسنان لعدة مشاكل ممكن تستخدم. اليوم رح نتعرف شو هي المشاكل اللي بنلجأ فيها لتقويم الأسنان، الأعمار المختلفة اللي بنعرف كمان بتبدأ من أعمار مختلفة، وهل هي تقويم عادي، في بعض التقويمات بحاجة أيضا لجراحة مرافقة، وغيرها كتير من التفاصيل رح نتعرف عليها ليحصل الشخص بالنهاية على الابتسامة وايضا تموضع الاسنان بشكل صحيح. كل هالتفاصيل مع الدكتور طبعا ضيفنا بالاستوديو عماد الدين الايوبي. صباح الخير دكتور، اهلا وسهلا فيك. خيرات تسلمي يا ميد. صباح الخير دكتور، اهلا وسهلا فيك. خلينا بالبدايه هيك مع التقدم والتطور والتقنيات اللي صارت موجوده اليوم كثير بالطب، هل ما زال اليوم تقويم الاسنان هو الخيار الانسب لتصحيح الاسنان بشكل مرتب، وامتى ممكن نحن كمان نلجا له؟ هلا بالنسبه للتقويم مثل ما حكيتي هو من الخيارات العلاجيه اللي كثير قديمه. يعني اول جهاز تقويمي امتى بتتوقعوا انه اتوقع كثير قديم؟ يمكن من ايام الفراعنه بلشوا فيه، يجيبوا اسلاك نحاس يربطوا اسنان بحيث انه يحاولوا قدر الامكان يضبطوا صفتها. ليش؟ لانه من يومها هي الابتسامه هي شيء كثير مهم سواء بشخصيه الشخص، خصوصي اللي كانت الطبقه الحاكمه او الطبقه العليا او حتى للنواحي الوظيفيه. هلا التقويم يوم عن يوم عم يتطور طبعا، ولساته هو الخيار الامثل والاقل ضررا والاكثر فائده طبعا لحالات معينه. يعني ما بنحسن نقول كل الحالات بنحسن نعمل لها تقويم، ولا بنحسن نقول انه ما بصير نعمل تقويم نهائيا. في عنا حالات الخيار التقويمي هو بيكون الامثل طبعا على هو المشكله اللي موجوده عنا. يعني كثير بنواجه مشكله مع مرضى مثلا في عندهم اسنانهم ما لها مصفوفه بشكل صح، في شيء بمخيلتهم انه بس لنخلص تقويم بدنا يصيروا اسناننا كثير حلوين مثل كانه مركبين فينير، هيك بيتوقعوا النتيجه، بس عمليا بيكون شكل السن ما له شكل جميل. نحن بالتقويم بنحسن نصلح العلاقات بين الفكين، بنحسن نظبط صفه الاسنان بحيث انه يصيروا متناسقين مع بعض، ولكن كتعديل على شكل السن ما بنحسن. لهيك لازم يكون بالبدايه المريض واضحه الصوره عنده والطبيب يوصل له اياها بشكل صح، انه نحن الهدف من معالجتنا هي تصحيح علاقات اذا كانت المشكله تجميليه العلاقات بين الفكين، او حل مشكله. احيانا كثير مشاكل تقويميه بتسبب مشاكل ثانيه، فنحن بدنا نحل هي المشاكل ولكن ما بنحسن نتداخل على شكل الاسنان. صحيح. طيب دكتور، دائما الناس يعني المعلومه الرائجه اللي صارت معروفه عند الكل انه تقويم الاسنان ببلش بعد 18 سنه لحتى يكون العظام مثل ما بيقولوا اكتملت او وقف النمو، مع انه احيانا بنشوف اطفال حاطين تقويم اسنان، فشو هو العمر الاساسي للبدايه بهي التقنيه؟ هلا هي المعلومه مو بس خاطئه، هي معلومه كارثيه. يعني بعد ال 18 هذا العمر عمليا اذا كان في عندنا مشاكل على مستوى الفكين ما بنحسن نحلها، والاكثر من هيك مو بعد ال 18، بعد ال 13 نحن بالنسبه للتقويم، يعني 18 هو سن البلوغ ما له علاقه نهائي، او عفوا هو سن قانوني على انه اساس نحط، ما يعني ما له اساس طبي. نحن بالنسبه لنا وثبه النمو اللي هي عند الشباب بين ال10 وال11 او 12 سنه، عفوا عند الاناث بين ال10 وال12، الشباب اكثر شوي بين 11 و13، هذا هو العمر الحد الفاصل بين قبل وبعد لانواع معينه من المعالجه. بالنسبه لانه مرحله يفضل انه نبلش تقويم كثير بيفرق على هو المشكله الموجوده عندنا. يعني في عندنا حالات كثير مثلا حالات شقوق الشفه وقبه الحنا بنبلش فيها كمعالجه تقويميه من اول ما يولد الطفل. في عندنا حالات اسعافيه مثلا في عندنا عضه معكوسه انه سن الفك العلوي مع الفك السفلي بحالات معينه عكس الحاله الصح، لازم نبلش اول ما نكتشفها، لو اكتشفناها بعمر 4 سنين صحيح. او 3 سنين. في عندنا حالات لا، يفترض بعمر مثلا توسيع فك علوي بعمر 6 ل7 سنين. في عندنا الحالات اللي المشاكل حصره محصوره بالاسنان ممكن هي نبلشها بعمر 10 ل11 سنه. اما 18 هون غالبا بده يكون اما بده يكون في عندنا تداخل جراحي، او ممكن اذا كانت بس على مستوى الاسنان ممكن انه نتداخل عليها. هلا سؤال ثاني ممكن لحتى باعتبار حكينا عن الوقت، لايمتى بنحسن نضل عم نعمل تقويم؟ كمان كثير مرضى بيجوا لعنا بيسالونا اني انا كبرت هلا اسناني كنت حابه تقويم اعمل تقويم صغري بس ما صح لي. بسالها ليش قديش عمري؟ بتقول لي والله 30 سنه. يعني عمليا لا لسه بينعمل تقويم، نحن طالما العظم
المحيط بالأسنان العظم السنكي هو العظم الفكي سليم، بالتالي بنحسن نعمل تقويم ولو العمر كان 40 و50 سنة. كمان دكتور ما بدنا ننسى أنه قديش ممكن يأثر على اللفظ وعلى مخارج الحروف هاي المشكلة عند الأشخاص مو بس عند الأطفال. حتى في اليوم شروط أساسية لازم تكون موجودة حتى نحن نركب هذا التقويم، ولا ما في داعي للشروط، ولا ما في داعي لأي أنه تكون موجودة خلص مشكلة هاي الفشكلة الموجودة والمشاكل الثانية اللي عم يعاني منها الشخص هي بس شرط أساسي لتركيب التقويم؟ هلا في نقطتين حكيتيهم. النقطة الأولى إنه مثل ما حكيت إحنا التقويم مو هدف منه تجميلي فقط، في عنا كتير مشاكل تانية مبنية عليه. يعني ممكن إذا كان في عنا سوء إطباق مثل ما قلتي، مشكلة باللفظ، مشكلة حتى الأكل المضغ، أحيانا مشكلة بالتنفس، أحيانا ممكن تساوي عنا مشاكل، طبعا ما حكينا عن المشاكل النفسية، يعني في كتير مشاكل ممكن تكون مترافقة. طبعا مشاكل التنفس بتأثر على مشاكل تانية، يعني إذا بدنا في كتير أبحاث ربطت بين المشاكل التقويمية، طلعت ممكن مشكلة تقويمية تسبب 30 مشكلة صحية تانية. لهيك إحنا دائما مو بس الهدف منها هي معالجة تجميلية وإنما معالجة وظيفية. الشيء الثاني الشروط اللي لازم تكون موجودة، أول شرط لازم يكون في عندنا أسنان سليمة. يعني إذا سن كان متهدم، سن منخور بشكل كبير ما بيتركب عليه، طبعا في عنا بعض الحالات ممكن نعالج بعدين نساوي. الشرط الثاني والأهم الصحة الفموية الجيدة الموجودة عنده. شرط من الشروط مثلا إذا كان في عنده أمراض، في عنا بعض الأمراض العامة ما بنحسن أنه نركب تقويم. مثلا أي مرض بيضطر المريض أنه بياخد كورتيزون بشكل مستمر. الكورتيزون هو بيساوي عنا امتصاص للعظم، وحركة تقويمية هي عمليا من امتصاص للعظم بمنطقة أو توضع عظم بمنطقة معينة. لهيك إذا ما صار في عنا توضع عظمي مع الوقت الأسنان حيصير في عنا مشاكل فيها. أو مثلا في عنا أدوية بتساوي مشاكل لسوية كبيرة مثل اللي بياخدوا كابتات مناعة أو بيخضعوا لمعالجة ورمية. لهيك كل هالقصص ما بنحسن أنه نركبها. بس يعني بشكل عام إذا ما في عنا مشاكل تانية، الشرط الأساسي هو أنه الصحة الفموية تكون جيدة وفي عنا عظم كافي لحتى نحرك الأسنان من خلال العظم. طيب دكتور حضرتك قلت أنه في أشخاص ممكن يجوا متأخرين بالوقت بس يكون بدهم يعدلوا أكيد أسنانهم ويحصلوا على مثل ما بيقولوا الصفة الحلوة. كم مرة ممكن الشخص يعمل تقويم بحياته؟ مرة واحدة، مرتين، ثلاثة؟ هلا اذا عمل هلا هو يفترض اذا عمله مره ما يعمله مره ثانيه اذا صارت المعالجه صح. بس في عندنا بعض الحالات مثلا اما المعالجه كانت او ما بعد التقويم، تمام، اما هي احد الحالات، اما المعالجه بالاصل تكون ما لها ناجحه من قبل الطبيب، او مرضى كثير احيانا ما بيتابعوا المعالجه، اجى سفر، اجت خطبه، بدها بعرسها، بتفك التقويم وما بتكمل. او في حالات مثل ما قلتي كان الوضع ممتاز ولكن ما صار في عندنا تثبيت بشكل صح سواء من الطبيب او عدم التزام المريض، بهيك حاله ممكن انه تنكس الحاله. هلا طالما وضع الاسنان صح ما فيهم مشاكل، لانه احيانا اثناء التقويم ممكن يصير في عندنا امتصاص بجذر السن، بيصير السن قصير، ما اذا وصل لمرحله معينه صار الامتصاص كثير كبير ما عاد يحسن يعمل تقويم مره ثانيه. بينما اذا كان المعالجه صح وما صار في عندنا امتصاص بيحسن يعمله مره ومرتين وثلاثه طبعا، بس ما في داعي يفترض مره واحده وبس يكون صحيحه. دكتور في نوع ثاني من انواع التقويم وهو التقويم الغير مرئي، ممكن بعض البالغين يلجأوا لتركيبه، امتى ممكن نحن نلجأ لتركيب التقويم الغير مرئي وشو بيفرق عن التقويم المرئي؟ هلا بالنسبة للتقويم الغير مرئي ممكن اسمه حتى لعدة أقسام. يعني هو عمليا مرئي يعني ظاهر، بس ولا يعني بس يعني ممكن بس أقل رؤية من التقويم المعدني للحاصرات المعدنية. هلا في عنا الحاصرات المعدنية اللي هي شائعة اللي معروفة، في عنا الحاصرات الشفافة اللي مصنوعة من مواد مختلفة، ممكن تكون خزف، ممكن تكون عقيق، يعني عدة مواد هي بتجي نفس الحاصرات المعدنية وفي شفافة. في عنا التقويم غير المرئي ممكن التقويم اللساني، الحاصرات اللي هي البريسز اللي بتنحط على الاسنان ممكن بدل ما تتثبت على الاسنان من برا ممكن انه نثبتها من جوا، كتجميليا ما بتبين نهائيا بس ممكن تكون مزعجه شوي للمريض. في عنا الشيء الشبيه للانفيزلاين او التقويم اللي بيشبه قوالب الطبيب، هذا ممكن انه ينعمل، طبعا مو لكل الحالات انه بنحسن نعمله، بس هو عباره عن قوالب معينه بيكون في عند المريض 5 أو 6 قوالب او ممكن اكثر، كل فترة بيبدل قالب بحيث انه بتصير حركة للاسنان على مراحل متعددة لنوصل للصيغة المثالية لارتصاف الاسنان فيها. هلا مثل ما حكيت هذا هو عمليا مفيد بحالات معينة، اريح للمريض،
بس كلفتهم غالبا بتكون اعلى. هو تجميلي اكثر؟ تجميلي بحيث انه ما بتضطري تحطيه دائما، يعني مثلا عندك روحه كذا ممكن انه تقيميه وتحطيه على جنب ما بيبين انك مركبتي، ولكن مثل ما قلت مو لكل الحالات محسن سأل. اكيد. طيب دكتور، اي شيء علاجي دائما بيسالوا انه هل في له خليني اقول اوجه سلبيه، بعض الامور اللي هي ممكن تكون بتاثر، وخصوصا بالتقويم اللي بيقعد فتره طويله. في ناس قد ما حاولت تكون عم بتنظف بيضل في رواسب رح تبقى على الاسنان وغيرها من المشاكل ممكن يسببها. شو هي المشاكل الابرز وكيف ممكن نعالجها؟ هلا المشاكل في شيء بيتعلق بالاجراءات بالطبيب وفي شيء بالنسبه للمريض. بالنسبه للطبيب الاجراء الاكثر يعني المشاكل اللي ممكن تكون هي مثل ما حكيت امتصاص الجذور، يعني اذا طبق قوه كبيره وهالشيء غلط. بس كثير احيانا بيكون من نقل المريض، انه نحن بنكون قايلين للمريض التقويم بده سنتين، بعد ثاني شهر ببلش يقول لك امتى حاخلص دكتور وكل قد الصفيه لي وكذا. هيك حالات احيانا بيتاثر الطبيب بيطبق قوه زايده، هالشيء بيسبب غير انه لا بالعكس المعالجه حتطول اكثر بسبب امتصاص للجذور. نجي للناحيه اللي حكيتيها اللي هي النخور اللي بتصير على الاسنان المرافقه للتقويم. هلا السبب الاساسي هي قله العنايه الفمويه. صحيح. ليش قله العنايه الفمويه؟ لانه المريض بهيك حاله عم يراجع الطبيب تقريبا كل اسبوعين او كل ثلاث اسابيع. تمام؟ مو انه عم يركب الحاصرات ويروح المريض يغض. لهيك لما يكون في مشكله الطبيب حيشوفها وحينبهوا عليها، وحتى حينبهوا على قصه تفريش الاسنان. في مرضى بيفكروا انه كثير، مثلا بيجوا بنسال لهم بدك تفرشي اسنانك مزبوط؟ انا عم فرشيهم. طيب عم اقول لك ما عم تفرشيهم مزبوط، بده عنايه فائقه وكل سنه بيتفرشها بسنه لحتى ما يصير في عنا النخور. اذا كانت العنايه الفمويه صح فحتما ما حيصير في عنا نخور ان شاء الله. طيب دكتور، ممكن كثير من الاشخاص يتساءلوا انه انا امتى ممكن احصل على نتيجه ملحوظه وملموسه باسناني، بحيث انه كمان ما طول المده ممكن اشخاص يلجؤوا للتقويم بدهم بسرعه، عندهم شيء بدهم يشتغلوا شيء، فممكن الفتره تطول او حسب العمر او حسب الحاله. هلا دائما بقول للمرضى اللي مستعجلين تقويم سريع ما في. تقويم سريع عمليا بتكون عم تخلي اسنانك يوقعوا بسرعه، بقى لهيك تقويم سريع ما في. هلا في حالات ما بتاخذ وقت طويل، في حالات مثلا البسيطه ممكن 6 أشهر 7 أشهر، في حالات سنتين، في حالات اكثر من هيك. بقى كل حاله العمر طبعا بيلعب دور بهالشيء. الاعمار الصغيره اكثر استجابه بتكون والحركه بتكون اسرع من الاعمار الكبيره، ولكن يعني التحسن بيظهر عاده بعد شهر ونص لشهرين من بدء المعالجة، بس لنوصل للنتيجة الصح للتقويم بده وقت. يعني نصائح متعددة ومثل العادة معلومات غنية، إن شاء الله بيكون الكل استفاد منها. شكرا لوجودك معنا دكتور عماد. عفوا، الله يسلمك يا رب. شكرا لك دكتور وأهلا وسهلا فيك. تسلمي. عفوا، الله يسلمك. أما هلأ مشاهدينا رح ننتقل معكم إلى وزارة الثقافة، وأكيد برعاية وزارة الثقافة أطلقت سفارة الجمهورية التونسية بدمشق تظاهرة أيام السينما التونسية، وهالشي أكيد بالتعاون مع المؤسسة العامة للسينما السورية، وهالشي بإطار عودة النشاط الثقافي بين البلدين. وأكيد تفاصيل أكثر رح نتابعها سوا ضمن التقرير. في إطار عودة النشاط الثقافي بين سوريا وتونس، أطلقت سفارة الجمهورية التونسية بدمشق تظاهرة أيام السينما التونسية برعاية وزارة الثقافة وبالتعاون مع المؤسسة العامة للسينما بحضور رسمي وشعبي في دار الأسد للثقافة والفنون بدمشق. التعاون السينمائي السوري التونسي بدأ اليوم، إن شاء الله يتطور إلى أكثر من ذلك، إلى أكثر من مجرد أسابيع سينمائية. الأسبوع السينمائي التونسي بدأ اليوم بفيلم قوي جدا، سينما متطورة، أداء متميز، قصة اجتماعية قوية في محتواها وفي رسالتها الاجتماعية والتربوية بشكل خاص. كيف نتعامل مع الأطفال المصابين بمرض التوحد؟ هو مرض كغيره من الأمراض، يعني أن له أعراض، له مسببات، وله علاج أيضا، ويمكن أن يتعافى الطفل منه إذا ما أحسنت تربيته وأحسنت التعامل معه. التظاهرة تضمنت حفلة تكريم بعض الفنانين الكبار الذين قدموا للسينما السورية أعمالا لا تنسى، إضافة إلى عرض فيلم من إخراج تونسي، تأكيدا على أهمية التبادل الثقافي والتركيز على دور السينما في مجتمعاتنا.
أهم الميادين اللي فيها علاقات متينة جدا بين تونس وسوريا هو أكيد المجال الثقافي، وهناك يعني عدة تعاون كبير جدا بين تونس وسوريا في المجال الثقافي في مختلف القطاعات بما فيها قطاع السينما مثلا. على سبيل المثال يعني كان في كل تظاهرة سينمائية في تونس، خاصة في أيام السينما أيام قرطاج السينمائية، دائما ما يوجد في ضيوف سوريين وضيوف يعني من المهمين. تستمر أيام السينما لثلاثة أيام تعرض فيها أفلاما متنوعة تستحضر من خلالها العلاقات الثقافية بين البلدين وتؤسس لمستقبل واعد في إحياء هذا التعاون. أما هلأ رح نروح لمحطتنا التالية. محطتنا رح نحكي فيها عن شيء فني مميز، أكيد الفن التشكيلي، طبعا عالم إبداع وعالم قدر يثبت نفسه من خلاله الفنان اللي رح يكون معنا بالفقرة. طبعا استطاع من أسلوبه المميز أنه يمتع المتلقي بصريا وفكريا من خلال اعتماد مواد صلبة لتكون هي ريشته يلي عم ترسم تجارب ومشاعر تدور في فلك الإنسان. أكيد يا سلمى، اليوم فقرتنا جدا مميزة بوجود ضيفنا الأستاذ عصام مأمون يلي رح يحكي أكثر عن المعرض يلي صار بصالة الرواق العربي الأسبوع الماضي، وكثير من التفاصيل رح يخبرنا عنها ضمن صباحنا. صباح الخير يا أستاذ. صباح الخير. صباح الخير للمشاهدين. أهلا وسهلا، يسعد صباحك. رح نبلش محاضرتك من المعرض الأخير، يعني 84 لوحة متنوعة كانت موجودة، اعتمدت على المواد الصلبة بهي اللوحات. خلينا نحكي أكثر عن الأسلوب اللي قدمته ضمن المعرض. لا، بالنسبة لهذا المعرض هو أكيد تكملة لتجارب سابقة. هذا المعرض قدمت فيه خامات جديدة، مواد جديدة، من طريقة عملي أنا بإني اشتغل على هي المواد، اشتغل على لغاتها. الهدف منها إيجاد مشهد بصري جديد أو معاصر، خلينا نقول يليق بهذا العصر. اليوم هذا العصر هو عصر مشاهدات، هو عصر منقول بصريات، يعني كل الناس اليوم كامشن نت وعم يطلعوا أجهزتهم، فقديش هذا عم ياخد هاي الخبرة من مشاهدات، فقديش صعب انك اليوم انت تستوق في هذا المتلقي، هذا المشاهد. اليوم صار مهمة الفنان عن جد كتير صعب انه يقدم شيء يقدر يستوقف، يعمل ابهار بصري تماما امام هذا يعني المتلقي اللي شايف كتير. فبالنسبة لي انا حاولت انه بقول انه اليوم الفن صار له مفهوم اخر، يعني ما حد له هذا المفهوم القديم والمدارس اليوم بهذا العصر خلصت. اليوم في شيء اسمه فن معاصر، يحق للفنان استخدام جميع المدارس، اي شيء، جميع المواد لحتى يصل لمشهد بصري جديد يقدر يليق فينا كبلد، انه نحن نحكي لغة بصرية عالمية او نقدر نخاطب فيها العالم، لانه هن عم بيحكوا بهاي اللغات المتطورة. استاذ، اليوم هلا كنا عم نشوف ضمن لوحاتك انه الانسان هو محور عملك بكل ألمه وتجاربه وصراعاته المختلفة ايضا. اليوم شو اللي عم تحاول كنت توصله من خلال رسمك او ترجمتك لهي المشاعر والصور؟ لا، بالنسبة لي انا يمكن من وقت ما بلشت الحرب او كذا، وانا دائما بقول الفنان هو اللي بيحمل مشاعر اكبر من اي انسان، فمو معقول انه هذا الفنان ما يتأثر بهاللي حواليه وينقل ويوثق، يعني هي وظيفته بهي المرحلة. فأنا كان محور كل أعمالي هذا الإنسان، هذا الإنسان بانكساراته، بهمه، بتعبه، هاللي تعرضنا له نحنا كان ما له سهل أبدا، من حصارات، من دمار، من تشرد إنسان. فهذا المعرض بالذات كان أنا بالنسبة لي رسالة حب وسلام لهذا الإنسان اللي تعب، وبنفس الوقت هي رسالة لهي الدول اللي بتحكي بالإنسانية، بتحكي بحقوق الإنسان. وثقنا، تعوا شوفوا هذا الإنسان اللي أنتوا بتحكوا بحقوقه لوين وصل، لوين أتعبتوا مقابل أنه يسيطروا على ثروات منطقته. فهن حدا قديش كذاب، هذا توثيق
لهي الدول اللي عن جد أنا بعتبرها دول منافقة كذابة. فكان هذا المعرض هن الرسالتين، رسالة حب وسلام لهذا الشخص فعلا اللي تحمل كتير، إنسان منطقتنا اللي دفع ثمن كبير، والرسالة فعلا لهي الدول اللي حكينا عليها. أستاذ عصام، كمان خلينا نحكي شوي عن الألوان والخامات اللي تم استخدامها باللوحات الموجودة بالمعرض. كنا عم نشوف لقطات هلا قبل شوي وحضرتك عم تحكي، يعني في شوي ألوان غامقة، ما بعرف إذا هي هي الدلالات اللي أنت أردت إنه توصل فيها شوي من الجانب الحزين أو جانب الألم. وهون شوي الناس بتختلف، إنه مو دائما أنا لازم أعبر باللون الغامق عن الجرح أو الألم. وجهات نظر مختلفة، كيف بتشوف هاي وجهات هلا أنا بشكل عام إذا بدي أحكي على اللون اليوم، اليوم أنا الأعمال اللي عم بشتغل فيها ما بيلبق لها هالبهرجة الألوان. يعني اليوم أنا عم بشتغل بألوان مثل التياب اللي أنا اليوم عم بلبسها، كل يوم عم نشوف عم نعزي بالناس، عم نعزي بشهداء، كنا عم نشوف اليوم لوحتي ما بيلبق لها هاي البهرجة بالألوان. اليوم لوحتي ما بتتحمل المواضيع اللي أنا بشتغلها إلا هاي البساطة اللونية. أنا فحتى المواد اللي أنا عم بدخلها أنا ما عم بقحمها، أنا عم حاول فتش على مادة تقدر تساعدني بهذا التعبير. يعني مثلا بآخر معرض استخدمت مثلا مادة التنك. مادة التنك هاي أنا شعرت فيها بأنه الوجه وقت بيتعب بيجعد بيصدي، وقت شفت هاي القطعة أنا التنك عن جد شفتها هي فعلا مجعدة ومصدية، وقديه هي متعرضة، وهي مادة الفقراء، هي سقف بيوت الفقراء، هي دائما هي التنكة اللي منشوفها قديه بيستعملوها قديه، فهي لغة رمزية لهذا الإنسان الفقير التعبان الكذا. فعملت منها وجوهه، حطيت صنعت منها وجوهه لحتى أحكي بهي اللغة الرمزية تبعها، يكون لها رمزية يعني. وكانت تكنيك جديد. واشتغلت مثلا على الإزاز، هي كمان الإزاز يعني مادة نبيلة، بشعر قديش هذا الإزاز، نحنا يمكن الإزاز بيتعرض للضغط كبير بيشقق وبيتكسر. فوقت أنا اشتغلت على هي الفكرة بأنه الوجوه تكون كمان من إزاز، دليل على أنه هي الوجوه قديش تعرضت لهذا الضغط، لهذا كذا، لهذا التكسير، لهذا الهم، لوصلت لهذا التكسير وصعب ترميمه، يعني مادة صعب. فهي نوع من الرمزية استخدمت وليس عشوائية. يعني اليوم نحن بدنا نشتغل الكولاج، هذا الكولاج بده يكون كتير كتير مدروس، بده يكون مدروس أول شيء مادته إذا كانت رمزية، بده يندرس مثلا ديمومته بطريقة شغله، قدي أنت قدرانة توصفي هاي المادة وتسيطري عليها لأنه تساعدك بتعبيرك. هي إضافة تعبير، إضافة تعبير يعني لهذا. بعدين في كتير تمازج مع هي المواد، مواد إنه عم ينشغل كمان رسم بقوة هي المادة، فكتير عالم ما عم يقدروا يفرقوا ما بين المادة وما بين الرسم، يعني عم تشوفي هن بتداخل كتير متناسق. يعني بشكل عام بدي أحكي بأنه الفن ليس سهل، والكولاج شيء صعب جدا إذا ما كتير تخدم يعني أو استخدم بشكل صحيح، فأنا برأيي بيسيء لللوحة. فبده خبرة كتير كبيرة، بده شغل كتير كبير. الفن إما يقدم بطريقة كتير مدروسة وبعد مراحل أكيد، يعني أنا ما اشتغلت لهون إلا ما 40 سنة تجربة وشغل، ولتصلي لتمكن من أدواتك، لتصلي الفنان بس يتمكن من أدواته يعرف شو بده يشتغل بيقدم صح. شيء واعي، لغة واعية، وإلا الفن مو شيء سهل. اليوم أنت أستاذ عم تقدم شيء مختلف وشيء بوجهة نظرك، وأكيد إلك نظرة خاصة، كل فنان اليوم عنده وجهة نظر خاصة فيه وبيشوف الأمور من وجهة نظره الخاصة. ممكن ما كل الأشخاص أو المتلقي خلينا نقول ما يشوف بنفس وجهة النظر يلي أنت عم تحاول الترجمه وتقدمها، هذا الشيء ممكن اليوم يسبب لك قلق ولا أنه عادي خلاص حرية المتلقي له مساحة لإله؟ هلا خلينا نحكي شغلة، إنه الفن بالذات هو ثقافة فنان وثقافة متلقي. أنت شو هي ثقافة الفنان؟ الفنان هذا العمل عم يحمل ثقافته، عم يحمل فكره، عم يحمل قوته، عم يحمل هو قديه ذكي، هو قديه عبقري، هو قديه مفكر،
انت هذا كله انا ممكن اشوفه من خلال عمل، مو شرط بس الفنان التشكيلي، الموسيقي، الكاتب، المسرحي. انت وقت بيقدم لك عمل فني انت بتشوفي قديش هذا الانسان هل اللي صنعه بتقريه لهو من جوا، قديه هو عميق، قديه هو مثقف. والمتلقي نفس الموضوع كمان بنشوف انه التلقي كمان ثقافي، هذا التلقي قديه هو كمان عنده خبرة، قديه هو متابع، قديه هو بيحب، قديه كمان كل متلقي بيشوف بطريقة معينة، بيشوف بطريقة ممكن ما تكون القصة قصة جهل أستاذ، ممكن اختلافه بوجهات النظر. أنت إذا أنت معتمد ألوان برسوماتك والأشكال يلي عم تقدمها، ممكن هاي الألوان تعني له شيء من وجهة نظره هو. هلأ أوكي، بس خلينا نكمل فكرة أنه أنا طريقة التفكير ما كملت هي طريقة التفكير. أنا حدا بصراحة يعني من التخرج من الجامعة أو حتى كنت قبل بالجامعة كنت دائما متمرد على كل شيء شفته، كل شيء مر، كل شيء تجرب. دائما كنت أشعر بأنه الفن هو تجدد، هو نظرة جديدة، هو شخصية جديدة. الفنان لازم يكون له طريقة تفكيره، لازم يكون له طريقة الفن، يعني وجهة نظر أو تمرد على اشياء. انت كثير فنانين صار لهم فتره كثير كبيره بشوف بنشوفهم عم يكرروا نفسهم. طيب اوكي، انا كثير هذا الحكي ما بقدر ابدا، يعني انا باي تجربه بشتغل فيها احيانا 10 15 عمل بلاقي حالي عم بتقل لتجربه جديده او لخبره جديده او لمرحله تمتعني انا وتمتع هذا المتلقي انه يشوف شيء جديد، يشوف ماده جديده. فهي نوع من التفكير. انا حدا بجد متمرد على نفسي بالشغل وبكل شيء مكرر. أكيد. يعني بحب دائما اصنع شيء يمتع فكريا بصريا الي وللمشاهد. يعني اكيد يعني نحن اليوم سعيدين انه كنا مع حضرتك ومع هاي الافكار ومع ايضا اعمالك الفنيه استعرضناها. شكرا لوجودك معنا وبنتمنى لك التوفيق بكل شيء جديد. شكرا كثير لكم لهذا اللقاء الحلو. شكرا لك كثير للكادر كله. اكيد الفنان اليوم عنده بصمته الخاصه اللي ما حدا بيقدر لا يشوهها ولا يغيرها. شكرا لك. شكرا كثير لكم. شكرا كثير. اما هلا رح نروح للاذقيه واقام فرع اتحاد طلبه جامعه تشرين على مدرج كليه الاداب والعلوم المهرجان الفرعي الادبي الاول الذي شهد منافسات بين عدد من المواهب الادبيه والشبابيه والشعر والقصه وتفاصيل بتقرير زميلنا مازن محمد. مواهب ادبيه شابه في منافسات ايجابيه للشعر والقصه والخطابه ضمن المهرجان الفرعي الادبي الاول لفرع اتحاد طلبه جامعه تشرين هنا على مدرج كليه الاداب والعلوم الانسانيه. نحن طلابنا من خلال تعرفنا عليهم لديهم مهارات كبيرة، بعضهم شعراء، بعضهم يكتبون القصة، بعضهم مسرحيون، بعضهم ممثلون. بالأمس كان عندنا مسرحية كبيرة، ونحن يعني نحن في الجامعة علينا أن نقدم لطالبنا المساحة والإمكانيات كي تصير هذه المواهب يعني حقيقة، كي يمارسها، كي يقدم نفسه للحضور، أنه أنا لست طالبا عاديا. تنبع أهمية المهرجان من كونه يكتشف المواهب الشابة ضمن الأنشطة الأدبية، يعني في مجال الشعر أو مجال القصة أو مجال الرواية، اكتشاف المواهب الشعرية الشابة التي نأمل أن تحمل راية الشعر في المستقبل. قدم الطلاب مجموعة من النماذج الشعرية من كل حد من وصوب، حقيقة أن نمتلك العديد من المواهب التي يمكن أن تكون في المستقبل القريب إن شاء الله رافدا فكريا وثقافيا لحركتنا الإبداعية. الاتحاد الوطني طلبة سوريا بالفترة الحالية عم نشتغل على رؤية جديدة بفرع جامعة تشرين، ورسالة الاتحاد هي تطوير المواهب والفعاليات وصقل شخصيات زملاء الطلبة وتنمية مواهبهم. التجربة جدا مهمة وممتعة لكل طالب فينا لحتى نضل مجددين تراثنا ونحتفظ فيه ولحتى نتعرف على كامل أنواع الثقافات الأدبية. هي المشاركة الثالثة لي بجامعة تشرين ضمن كلية الآداب، وسبق وحصل الأسبوعات الماضية وهذا المهرجان الفرع الأول على مستوى جامعة تشرين بمشاركة معظم الكليات بالجامعة من هندسات وهمك وآداب. يستمر المهرجان الأدبي لمدة يومين ويعتبر فرصة للمشاركين بدعم مواهبهم وتعميق ثقافتهم الأدبية. و
فصباح الخير بختام صباحنا وبآخر فقراتنا يلي رح يكون ختامها مسك مع ضيفتنا لليوم ويلي رح نتناقش بموضوع جدا مهم هو الذكاء الاجتماعي. أكيد كتير من الأشخاص بنواجهها بحياتنا وبمختلف الأنماط والشرائح والتفكير، منهم عندهم عقد نفسية، منهم سويين نفسياً، ولكن اليوم نحن كيف نقدر نتعامل مع جميع الأشخاص يلي موجودين حوالينا بذكاء اجتماعي؟ دائماً مهارات التواصل بتختلف بين شخص وشخص، وأكيد نحن موجودين بمجتمع بنختلف بطباعنا، حتى بالبيت الواحد بالأسرة الواحدة بنلاقي الأخوات بيختلفوا بينهم وبين بعض. طريقة التواصل الصحيحة كيف أنا أكون قادر على أني أتواصل، ويمكن الناس اللي بتشتغل بعملها بتدور دائماً على هي الطريقة لحتى تقدر تأنجز وتقدم أفكارها بشكل جيد. يعني بعض خليني أقول العلاقات ممكن يصير فيها شوي مراعاة، ولكن بعض العلاقات الأخرى مثل العلاقات المهنية وغيرها بحاجة لتعامل بطريقة صحيحة. كل هالتفاصيل رح تطلعنا عليها طبعا الدكتورة تغريد مسلم اللي هي أكيد أستاذة في علم الاجتماع بجامعة دمشق. صباح الخير دكتورة وأهلا وسهلا فيك. صباح الخير. صباح الخير دكتورة. صباح. الذكاء الاجتماعي شو هو مفهومه بالضبط، وكيف نحن بنعرف إنه هذا الشخص عنده ذكاء اجتماعي؟ الذكاء الاجتماعي هو قدرة الشخص على فهم الآخرين وفهم البيئة المحيطة والموجودين ضمن البيئة المحيطة وأن يكون مؤثر في الآخرين، يعني قادر على أنه يفهم الآخر ويتكيف ويتعامل وفق الوضع اللي هو موجود فيه. أما غباء اجتماعي ما في شيء اسمه غباء اجتماعي، وإنما في عنا قدرات عند كل شخص، كل شخص كيف ممكن هو يحسن التعامل بهالمواقف، قديش هو عنده مقدرة على إنه يتحكم بنفسه وعلى إنه يفهم الآخر ويفهم نفسه قبل كل شيء، حتى أنا أكون يعني أفهم الآخر لا يمكن إذا أنا ما كان عندي فهم لنفسي، لحتى أعرف كيف أنا بدي أعمل هالصلة بيني أو أبني هالجسر التواصل بيني وبين الآخر، لازم أكون فهماً أولاً نفسي ثم الآخرين، وبعدين هون أنا بتكيف حسب الموقف وحسب العلاقة وحسب الشخص. هذا هو اسمه الذكاء الاجتماعي، يعني عنده المرونة بيتكيف وفق للوضع، يعني بالنتيجة هو ناجح ومؤثر في الآخرين. طيب دكتورة خلينا نحكي شوي، اليوم كثير أشخاص مثل ما قلت بالبداية ممكن يكونوا ببيت واحد بس شخص عنده هي القدرة إن هو يتعامل ويكون مرن وشخص آخر لا، هل الذكاء الاجتماعي هو فطري أم لا هو مهارة مكتسبة وإلى أدواتها؟ مثل ما قلتي جواب مع بداية كلامك لما قلتي في شخص نفس الأسرة شخص عنده ذكاء اجتماعي وشخص ممكن يعني أقل يعني نسبة ذكاء، فإذا هو ليس فطري، يعني ليس ما بينتقل بالوراثة. لما قلت ذكاء، الذكاء هو مهارة، المهارة يقوم بها العقل، فإذا أنا الكل عنده عقل ورب العالمين من على الإنسان أنه ميزه عن باقي الكائنات أنه عنده العقل، فإذا أنا هذا العقل كيف أنا ممكن طوره، كيف ممكن دربه، كيف ممكن نميه، شو أعطيه من معرفة ومن معلومات، هون بيرتفع مستوى الإدراك وبالتالي بيحسن التصرف. فلذلك ما في حد، ما هو مكتسب، نعم مكتسب وبيختلف لكن من فرد لآخر، كل شخص شو مشتغل على حاله، كل شخص شو اشتغل على نفسه، شو نمى بشخصيته، وقديش كمان يعني ممكن هو يعني مارس هالمعرفة اللي اكتسبها وطبقها أو خلينا نقول وظفها مع الآخرين، هذا هو اللي بيخليك شخص يختلف عن الآخر. طيب دكتورة شو هي ذكرتي مهارات لازم تكون موجودة عند الشخص الذكي اجتماعيا، اليوم شو هي هي المهارات يلي لازم يكتسبها الشخص أو يشتغل عليها أكثر لحتى يصنف حدا ذكي اجتماعي؟ صحيح، أنا لكون عندي ذكاء اجتماعي بدي يكون مؤثر بالآخرين، النتيجة اللي بقصدها هي التأثير في الآخرين، التأثير في الآخرين له تقنيات وله خطوات وله مهارات، فأنا من الأساسيات التأثير بالآخرين الاحترام،
للآخرين. كذلك في عندي قواعد أخرى وهي أنه عاملت الآخرين بلطف، اللباقة، عدم الجدال، اللي هي أنا كذلك يعني الكلام اللطيف مثل ما قلنا حسب ما قلت، كلام لطيف، كلام يكون يعني أو خلينا نقول يعني حسن التعامل مع الآخر، مع الآخر وفهم مشاعر الآخر والتكيف مع هذه الحالة. في المهارات لازمتني لحتى أوصل لهالنتيجة، أول طبعاً أنا بيكون عندي مهارة الحديث، لكن لكي أكون متحدث جيد ومؤثر بالآخر لابد أنه يكون عندي مهارة الاستماع أو الإنصات. يجب أن أنصت، أول مهارة بدي إياها أني أنصت للآخر، لأنه بإنصاتي للآخر أنا بتمكن من فهم الآخر. إذن أنا بدي إنصات وبدي حديث وبدي افهم مشاعر الشخص، وكذلك بدي افهم كذلك لغة الجسد، يعني الاتصال اللفظي ولا لفظي الكلام، وكذلك لغة الجسد والصوت وحركات هالشخص وفهم مشاعره. هون انا بكل هدول بقدر بقى اوظفهم مع بعض وكون انا على توافق مع الاخر، واختار الجمل والعبارات وحتى التعابير اللي هي بتكون مؤثرة ومقبولة مع الآخر. يعني بالنتيجة بقدر ابني العلاقة الطيبة والعلاقة الودية مع الآخر بحيث انه هو يكون راضي وانت تكون راضي. اكيد دكتورة، بعض الأشخاص بيتبعوا أساليب تانية بالتعامل مع الناس، يعني ما بعرف إذا صح نسميها نقول نفاق، خبص، البعض بيقول مجاملة زائدة عن اللزوم، صح. لحتى تحت عنوان هيك صغير لحتى نمشي أمورنا، يعني صح. هل هي الطريقة صحيحة من أو أسلوب من أساليب الذكاء الاجتماعي أم هو يختلف تماما عن هي الأساليب؟ يعني نحن بالآونة السنوات الأخيرة لاحظنا خاصة العشر سنوات الأخيرة بدأنا نشوف ازدواجية بالمفاهيم، فالذكاء الاجتماعي عطانا المفهوم المضاد له النفاق، وصرنا نعمم هذا منافق فهو ذكي. فالنفاق يعني هو مصطلح خلينا نقول من التشوهات اللي دخلت على أخلاقنا وعلى مفاهيمنا، فلا النفاق غير مطلوب، ليس يعني مقبول. هو عنده شخص ذكي، ما بقول انه هو مو ذكي، لكن وظف الذكاء بالشكل السلبي وليس بالشكل الايجابي. الانسان الذكي الاجتماعي اللي بوظف كل قدراته ومهارات الذكاء اللي عنده ليكون مؤثر وناجح، والنفاق ليس نجاح لانه سيكشف فيما بعد قريبا لن يطول. صحيح. فلذلك النفاق لا، من المفاهيم اللي هي مرفوضة اجتماعيا ولا تتوافق مع اخلاقنا ولا مع ثقافتنا. لكن بالعموم أنا لحتى أكون مؤثر بالفعل ولحتى أكون أنا يعني عم حقق النتائج وأقول أنا ذكي اجتماعيا، في عندي مراحل يعني لهالأمر هاد بتتم. يعني أنا بالبداية عندي في ثواني الأولى يعني الانطباع الأولي الإكسبريشنز الأولي اللي هو أنا بترك انطباع إيجابي عند الآخر، اللي إحنا مسميها نبدأ بالثواني الأولى كيف أنت تكون تترك انطباع إيجابي ويدوم طويلا. بعدها بنبدأ بالكلام ونسمه عندي الإنصات والحديث واختيار الحديث اللي هو بيكون حديث مؤثر، الكلمات اللي بتكون مؤثرة، فهم الموضوع وإيجازه بطريقة بحيث إنه ما تكون مملة للآخر، تحقق الغرض المطلوب. وكذلك هذا الأمر له كمان خطوات كيف أنا أكون بحديث مع الآخر، لأنه في أشخاص بتلاقي يعني عطاكي انطباع أولي جيد وإيجابي، أول ما بيحكي بتقول يا ريت ضل ساكت ما حكى، لأنه بيبدأ بيدجك بالكلام بالمفهوم الشعبي، يعني بيكون عنده تعبير يعني قاسية أو يعني غير محبزة. فلذلك كذلك لما بدنا نبدأ بالحديث كمان في عندي خطوات لكيف أنا أبدأ بحديث يكون هالحديث مؤثر، وكل هدول اسمه ذكاء اجتماعي. طيب دكتورة، هدول الأشخاص يلي ما عندهم أسلوب، أنت حكيتي عن التأثير والتأثير مرتبط بالمشاعر، فنحن لازم نكون ذكيين ونستخدم المشاعر، وبنفس الوقت يعني هذا التصنيف يصنف تحت ذكاء الاجتماعي. ولكن اليوم في أشخاص عندهم ذكاء اجتماعي ولكن غير مؤثرين، أشخاص عمليين ومنطقيين وبتصرفوا جدا بمنطقية بعيدا عن المشاعر وهي الأمور والعاطفة إذا بدي إلك، وبنفس الوقت ما عندهم أسلوب رقيق بالتعامل أو
التأثير بالمشاعر المطلوب هو، ولكن شو الواحد بيعمل بهي الحالة؟ هو ذكي اجتماعيا ما بزعل حدا منه، ولكن بنفس الوقت هو حدا منطقي وعملي بعيد عن التأثير بالمشاعر. ذكي اجتماعيا يعني هو مؤثر بالآخر، يعني يحسن التعامل تمام ويكون ناجح. يحسن التعامل إذن هو بيفهم نفسه، بيفهم الآخر، ويخطط لنفسه، ويحدد أهداف، ويدير وقته، ويعرف كيف يحقق هذه الأهداف، سواء على صعيد العلاقات ولا على صعيد العمل. فما في شيء، ما في حدا ذكي اجتماعيا لكن غير يعني ما عنده أسلوب، بالعكس نقول عنه هو عنده أسلوب غير مؤذي مثلا نفسيا، غير مؤذي بأسلوبه غير مؤذي للطرف الآخر. هون لا، فينا نقول هذا الشخص يمكن يكون منسحب شوي، يعني هذا اللي بيكون يعني ما بيزعل حدا. قصدك تماما يعني انه ما عنده الجرأة انه يزعل حدا؟ لا، هون انا اول صفة لصاحب الذكاء او للشخص الذكي اجتماعي يكون عنده الثقة بالنفس. هذا الشخص اللي هو ما عنده الجرأة انه يزعل الاخرين، هو ما عنده الثقة الكافية بنفسه. قصدي هو منطقي وعملي وبنفس الوقت ما بيزعل حدا. منطقي وعملي اكيد ما بيزعل حدا، لأنه طبعا هو بيحسن استخدام الموقف أو توظيف الموقف وتوظيف العلاقة. حلو. فلذلك بيصل لنتيجة. طبعا. المنطق يعني عندي أنا المعلومات والإدراك الكافي والوافي لكي أقوم بالتقييم والتصرف السليم. بالنتيجة لما بدي أقول ذكاء يعني سلوك، أنا دائما نحن بنحكم على الآخرين على السلوك الظاهر. فهالسلوك الظاهر هل أتقن أنا أني أخرج السلوك اللي هو مؤثر للآخر؟ هاد هون بيجي عندي مهارة الذكاء. أما إذا ما أحسنت أني أكون بسلوكياتي مؤثر ومتوافق مع الآخرين، لا هاد ما فيه. هون بيكون في عندي بحتاج إلى مهارات، أو بحتاج أني نمي هالمهارة لحتى أكون أنا ذكي اجتماعيا. يعني نشوف الذكي اجتماعيا وين محطة ذي، بأي بيئة بيكون في عنده مرونة وسرعة بالتكيف مع هذه البيئة. والمشاعر ليست هي يعني عندي الذكاء العاطفي والذكاء الاجتماعي بيكملوا بعضنا البعض، لأنه نحن دائما سلوكياتنا كدول نامية وكعرب بالعموم نحن نتصرف بمشاعرنا، سلوكياتنا مبنية على مشاعرنا. فإذا أنا بدي أفهم المشاعر أكيد لحتى أحسن التصرف، وهذا جزء من مهارة الذكاء الاجتماعي. هي مهارة، كلها مهارات لازم اكتسبها. لازم أدخل لنفسي، قيم نفسي شو ناقصني من مهارات، وين هي العقبات اللي عم بتواجهني بالتعامل مع الآخرين، لحدد أنا شو الأشياء اللي بدي أتجه إلى وطورها ونميها. أكيد يعني معلومات مهمة مثل العادة دكتورة تغريد. شكرا لك لوجودك معنا، ونتمنى اكيد الكل يكون استفاد. شكرا كثير لكم. الحقيقه هذا موضوع كثير واسع ومتشعب وتفاصيله كثيره، لذلك يعني ان شاء الله نكون ولو بايجاز اخذنا عموميات بالامور الاساسيه. شكرا لك دكتوره تغريد. اهلا وسهلا فيكي. اهم شيء اليوم يا جماعه انه نكون عندنا مرونه وسلاسه بتقبل الامور والعيش الحياه ببساطه بعيدا عن العقد وتعقيد وتصعيب الحياة والأمور. بنهاية صباحنا وختام صباحنا بدي أتمنى لكم بقية نهار حلو بعيد عن الأشخاص السلبيين ومليان بالأشخاص الإيجابيين يلي بيصدروا لكم طاقة حلوة. وشكرا لك يا سلمى. شكرا لك عفاف، وأكيد لكل مشاهدينا وين ما كانوا عم يحضرونا. نهاية صباحنا لليوم، ولكن رح نكون معكم بكرة مثل عادة حلقة لأبرز المحطات خلال أسبوع. اليوم خلصوا الامتحانات، وإن شاء الله هيك يا رب الأهل كمان يكونوا بلشوا يرتاحوا نفسيا، لأنه كانوا كتير انضغطوا مع الطلاب، يمكن أكثر من الطلاب انضغطوا. أكيد بدنا نقول لكل مشاهدينا نحن ما زلنا بدرجات الحرارة المرتفعة هي اليوم واليوم القادم، نتمنى أنه يكون في شوي تنزل درجات الحرارة بالأيام القادمة، وخصوصا بفترة العيد. وأكيد نحن مقبلين على عيد الأضحى. عيد أضحى مبارك للجميع، وظلوا بألف خير. باي باي.